الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم عايز اتكلم عن جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لما اجي اتكلم عنه مش عايز اصنفه، مش عايز اقول اللي في قطر، مش عايز اقول اللي في السعوديه، مش عايز اقول، لا، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، جمهور النادي الاهلي في العالم كله. النادي الاهلي يمكن من الانديه القليله جدا اللي عندها جمهور في العالم كله. لما رحنا اليابان 2005 و2006 كنا بنشوف جمهور بيساند النادي. هتقول لي 3 4 يا سيدي 4 5 مفيش قصه يعني، ولكن في النهايه اقصد ان جمهور الاهلي موجود في كل مكان، موجود في العالم كله. امبارح مباراه الاهلي والاتحاد، او اول امبارح كانت مباراه الاهلي والاتحاد، وزي ما حضراتكم عارفين مباريات الاهلي والاتحاد في مصر في الدوري بتبقى مباريات صعبه جدا 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 على النادي الاهلي وعلى نادي الاتحاد. هي مباراه كلاسيكو في السله. السله معروف ان انت لما الاهلي والاتحاد رقم واحد واثنين في السله. فالمباراه دي كانت في قطر امبارح في البطوله العربيه او الاول امبارح، والاهلي استطاع ان يفوز على نادي الاتحاد السكندري 82-77. هذا الاداء الرائع اللي عمله اللاعبين لا يمكن اغفاله، ولكن السبب الرئيسي في هذا الاداء الرائع هو جمهور الاهلي اللي موجود في قطر، هو جمهور الاهلي اللي كان واقف في ظهر لعيبته، هو جمهور الاهلي اللي فضل من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. وبالمناسبه عندنا مباراه يوم الاربعاء القادم في نصف نهائي البطوله العربيه امام سلا المغربي. لما جيت اعمل سيرش على فريق سلا المغربي، واحد من اقوى واهم الفرق في المغرب وفي افريقيا. خلي بال حضراتكم ماتش مش سهل، ماتش صعب جدا 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 يوم الاربعاء. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي اللي انا بحييه على الهواء مباشره، واحنا حييناه امبارح الحقيقه، ولكن والنهارده ايضا بنحييه وبكره هنحييه، لانه جمهور النادي الاهلي هو السبب الرئيسي فيما وصل اليه النادي الاهلي في اي مكان وفي كل مكان. في قطر ماشي، في السعوديه ماشي، في الامارات ماشي، في كل مكان تجد جمهور النادي الاهلي هو الاساس. فانا بشكر القائمين على المجموعة اللي مسكت النادي الأهلي أو اللي شجعت النادي الأهلي في مباراته أول أمس. هذا هو الجمهور الحقيقي للنادي الأهلي، هذا هو الجمهور اللي بتبقى فخور وانت بتتكلم عنه، هذا هو الجمهور اللي وانت بتتكلم شعر إيدك بيبقى واقف كده من كتر حلاوته ومن كتر تشجيعه ومن كتر وجوده في ظهرك ومساندتك ودعمك. هذا هو الفارق الكبير دائما ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر. جمهور النادي الاهلي قطر هتلاقيه، سعوديه هتلاقيه، في اي مكان في العالم ستجد دائما جمهور النادي الاهلي. تستحقوا ان احنا نرفع لحضراتكم القبعه، وان شاء الله يوم الاربعاء نتبسط ونفرح معاكم، وان شاء الله الخميس بقى ان شاء الله ان شاء الله لو لينا نصيب نتبسط ونفرح اكتر واكتر يوم الخميس في نهائي البطوله العربيه.